صباح الخير. صباح الخير. تعرف على حضرتك؟ محمد عبد الستار، شهير محمد تيتو، مدرب جامعة اسكندرية. أهلا وسهلا. سمعت إن أنتوا عندكم مشاكل جوه جامعة اسكندرية. خير، عايز أعرف. والله حضرتك، من المفترض إن إحنا كان عندنا إدارة، وكان على رأس الإدارة دي الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة، بس هو قدم استقالته، وفي إدارة جديدة قايم بعملها دكتور رشدي زهران. اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. هي المشكله مش مشكله مع اداره الجامعه بشخصها، على قد ما هي مشكله مع عده جهات. على راس الجهات دي وزاره الماليه، المفروض معنيها باصدار القرارات الخاصه بينا او بالحد الادنى. هي المشكله كلها بتتحصر ان احنا كاداره جامعه في مننا قطاع المستشفيات والقطاع التعليمي اللي هو التابع للكليات والمجمع النظري، فوجئنا ان قرار الحد الادنى بينطبق على مجموعه ومجموعه لا. يعني المستشفيات بينطبق عليها الحد الادنى من شهر 4، فوجئنا ان اداره الجامعه والعاملين بيها ما بينطبقش عليهم، رغم ان كل المزايا اللي بتتاخد هناك بتتاخد هنا. لاننا فوجئنا ان التطبيق لمعيارين، وعرضنا كذا مره ان نجيب حد من المستشفيات بنفس الدرجه الماليه وبنفس الاقدميه اللي عليها الدرجه الماليه، ونجيب حد من اداره الجامعه بنفس الدرجه الماليه وبنفس الاقدميه، ونقارن ونشوف هو ده ليه صرف الحد الادنى وده ليه ما صرفش الحد الادنى. دي المشكله الرئيسيه اللي بتدور في محور كلام جموع العاملين دلوقتي. الحد الادنى هو ليه ما الناس ما صرفتش؟ ومن المفترض ان الحد الادنى لما اقرته الدوله اقرته للاضعف راتب او الاقل راتب، فبين اللي بيصرف الحد الادنى هم الاعلى راتب، يعني المدير العام الدرجه الاولى، الكبير الدرجه الثانيه، وده حاجه لا منطقيه. يعني باي عقل يقول الحد الادنى اللي صادر عشان صغار الموظفين استفادوا منه، يستفاد منه كبار الموظفين. ولحد دلوقتي احنا في حيره ما بين وزاره الماليه وما بين اداره الجامعه. طبعا المعني بالقرار الاول في الموضوع دوت وزاره الماليه، وفي مخاطبات عده وفي مسررات كتير بتقول ان اداره الجامعه بعتت مخاطبات لوزاره الماليه بتخاطبها بتطبيق 97.5% اللي اقرتها للعاملين بجامعه اسكندريه، لان مفيش استجابه لحد دلوقتي. دكتور هاني ادري وزير الماليه لحد دلوقتي مفيش اي تجاوب معانا، لا في موضوع الحد الادنى ولا في غيره. يعني حتى لينا بعض المستحقات بيتم تاخيرها ببعض التعسف من المندوبين الماليه. فنتمنى ان الفتره الجايه ان شاء الله مع بدايه عصر جديد في اداره الجامعه يكون فيها بعض التجاوب وبعض التفاهم وبعض الوئام ما بين وزاره الماليه واداره الجامعه ان شاء الله. شكرا. صباح الخير، اتعرف على حضرتك. صباح الخير يا فندم، معاك حسن انور حضرتك من الاداره الهندسيه في جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بيك معانا. اهلا بيك يا فندم. طب زميلك دلوقتي كان بيتكلم على مشاكل الحد الادنى للاجور، احنا عرفناها كلها. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف وجهه نظرك في حل المشكله دي تتحل ازاي؟ والله يا فندم وجهه نظري يا فندم ان احنا كان عندنا هنا لواء كامل شرطه، واللواء الكامل ده شرطه كان بيصرف كذا 5 مليون جنيه، ما شفناهمش ولا جم ناحيتنا برضك، شفنا حاجات ياما فاهمني انت، فلوس ومصادر ياما، وبعدين برضك مش شايفين ان كل المصادر دي كنا لهم ادينا امر كتابي فاهمني انت، ان انتوا حسب الحاجات اللي انتوا بتصرفوها لنا بحيث ان احنا ناخدوها، ساعات حاجتنا بتقعد بالشهر وبالشهرين ما بنصرفهاش. وبعدين الحد الادنى احنا بيقولوا الحد الادنى توفر، احنا عندنا ناس لحد دلوقتي بتاخد 60 كيلو 60 كيلو. يعني الحد الادنى برضك اما بصوا ما بصوش للمرتبات، بصوا للجهه اللي هم عايزينها، الجهه اللي هي بتختص اللي هي بتعمل حصار جوه المصلحه مؤسسه نفسها، ما بتعملش مصالح للناس. ما بتعملش اجتماع فارق ابدا ما بين الموظفين، الطبقه اللي هي ما عندهاش خالص، وفي الطبقه اللي هي بيجي لها مصادر من بره. ومع ذلك الرقابه يعني هنقول ربنا يكون في العون، ان برضك مش كل واحد بصير على اللي حواليه منه. كفايه اللي هو بيبقى بصير على نفسه، بس يا ريت كل واحد يقعد في نفسه ويحسب لربنا يكرمه. مش اكثر، بس احنا هنتامل خير ان شاء الله في الاستاذ رشدي جهران. استاذ مين؟ دكتور رشدي جهران رئيس الجامعه قائد بعمل حضرتك. طيب في بوادر خير يعني ومؤشرات ولا؟ هو الراجل ده اللي احنا عارفينه من يوم ما اشتغلنا معاه، بقى لنا كام سنه ومعاه، ما شفناش منه غير الانصاف وعلى قد ما يقدر يعني. الصراحه الراجل ربنا بيكرمه، بس احنا نتمنى يعني اللي هو الفلوس اللي لنا يعمل لنا بيها امر كتابي زي ما عملت معانا الست الفاضله دكتوره هند حنفي. بصراحه احنا بنتمنى لها يعني الصحه والسعاده، ان انسانه كويسه جت عملت لنا امر كتابي باللي كلنا. احنا نتمنى كده بالست الفاضله الاستاذه عائشه امين الجامعه المساعد او اي حد يعمل لنا خطاب مبين كده ان احنا هنصرفه ثلاث اربع حاجات في الشهر، وامتى وليه وازاي،
ما يفضلوش كده يتوحونا ان احنا ما عندناش مصدر تاني غير هي الجامعه، ما عندناش اي مصدر تاني، هنجيبه منين؟ ثلاث ارباعهم هنا كلهم عندهم شركات وعندهم حاجات خاصه بيهم، احنا ما عندناش. وبعدين احنا هنتكلموا على التدمير، احنا اتدمرنا ياما، انا قعدت 13 سنه على السنه اتكلم على التدمير من ساعه ما دخلت، بقالي 27 سنه ما شفتش حد اساسا. انت مرتبك كام؟ مرتبي كله توتال بيعمل حوالي بتاع 900 و950 او 980. بقالك كام سنه خدمه؟ 27 سنه خدمه على 950 جنيه. لا بس طبعا 27 سنه بتاعي من ايام 35 جنيه. ايوه فاهم. بس طبعا في سبيل اللي انت برضك بيجي لك ناس بيحطوهم هم في حركات، بيحطوهم في حاجات، في سبيل اللي شغال في المكاتب الرئيسيه عمره ما بيبص لك ولا بيقدر ينزلك، وانت اللي بيبقى عليك الضغط وعليك البهدله كلها. شكرا. صباح الخير، هتعرف لحضرتك سامح السلام عليكم. اهلا وسهلا. انت شايف حل مشكله الحد الادنى للقبول في الجامعه ايه من وجهه نظرك؟ الحل ازاي؟ هي حاجه بسيطه قوي، ان هم يبصوا للناس الغلابه بس. انا واحد من الناس، مرتبي 600 جنيه. بقالك كام سنه خدمه؟ 12 سنه. تمام. 600 جنيه قالوا الحد الادنى، فرحنا قلنا ماشي. بصينا لقينا الحد الادنى جاي للناس الكبيره اللي بتبقى 3000 و4000، واحنا زي ما احنا ولا بيتحرك سكن ناحيتنا. في ناس بتاخد 30-50% في الشهر صناديق، في ناس بتاخد حاجات فلوس ما نعرفوش يعني بتاعت ايه اساسا، نبص لهم داخلين الخزنه. احنا نفسنا نبقوا زيهم كده، عايزين نعرفوا ايه اللي لينا وايه اللي علينا، مش لاقيين لها حل. المسمى الوظيفي بتاعك ايه؟ حرفي بالاداره الهندسيه كهربائي. تمام. طيب شايف ان في حاجه غلط جوه مثلا؟ في حاجات غلط ياما، يعني في ناس بتبقى دبلومات بتاعتها غير التخصص اللي هي موجوده فيه، شغال عامل مثلا وهو دبلوم زراعه، بياخد المسمى الوظيفي بتاع الدبلوم يبقى موجود في الحرفيه، يبقى حاجز لي هنا وحاجز لي هنا، ولا عاطي مكان لده ولا عاطي مكان لده، وبياخد كل حقي، كل مستحقاتي بياخدها. واحد يبقى دبلوم غزل ونسيج محطوط في اداره هندسيه، طب بيعمل ايه في الاداره الهندسيه؟ واحد مثلا يعني عندنا مثلا كليه الزراعه، زي كليه الزراعه هو عدل بتخصصه، يعني هو لا كان عامل مثلا وعدل بتخصصه جاب دبلوم بقى دبلوم زراعه، تمام؟ المفروض يطلع على المكان اللي هو بتخصصه فيه، اللي هو قبل الوظيفه تيجي عليه، تمام؟ هو دلوقتي موجود عندي حرفي مثلا، هو كده حاجز مكان الحرفي، ولا مني انا عارف اطلع ولا منه هو عارف، هو بياخد كل حق، وفي نفس الوقت بياخد حاجات ازيد من حقه. حاجات زي ايه؟ يعني بياخد كل مستحقات الدبلوم بتاعه، لان هو تعينه على دبلوم، بياخد كل مستحقات وبياخد مستحقات الحرف. يعني بيجمع ما بين مميزات مميزات مع بعض. تمام؟ تمام. وامثله ياما كده هو موجوده جوه. فاحنا بنقوله يعني انا دلوقتي مثلا هو دلوقتي دبلوم زراعه، يطلع يروح مكانه، تمام؟ هو دلوقتي بيقبض على دبلوم زراعه موجود في الحرف بيعمل ايه؟ بس هي فيها زي منظومه كده، هو لازم يتبص لها، لازم يتبص لها، ان فيها ان ما تبصلهاش من امتى؟ من قبل الثوره، يعني من بعد الثوره لقينا الحاجات دي هاجمت علينا كده، هو يعني عدل بدبلوم بقى دبلوم زراعه بياخد قبضه زي الفل وتمام، عايش هنا وعايش هنا، وبياخد في الاداره الهندسيه كل مميزات الاداره الهندسيه، بالاضافه ان في ناس في الاداره الهندسيه ما بتاخدش المميزات دي، علاوات تشجيعيه لناس معينه ما بتتاخدش لاي حد، اسامي معينه بعينها اللي تحط فيها العلاوات التشجيعيه، ويقول لك لجنه الشؤون العمليه ما بنشوفوش ولا اللجنه ولا بنشوف العلاوات التشجيعيه، ابسط الحقوق اللي انا حقي اخد علاوه تشجيعيه، ما بلاقيش حد يدور لي على حقي. شكرا. صباح الخير، اتعرف على حضرتك. محمد العلي جيد من المدن الجامعيه بمرغم بتاعت شعار جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا. زمايلك كنا بنتكلموا مع بعض دلوقتي في طرق حل المشاكل بتاعتكم، انت شايف المشكله بتاعت الحد الادنى للاجور من وجهه نظرك هتتحل ازاي؟ او ايه هي مطالبك انها تتحل؟ هي المشكله حضرتك ما زلنا تحت شعار سياسه فرق تسد. بمعنى حضرتك لما يدوا القطاع ويستثنوا قطاع تاني ويدوا من 6 شهور او من 4 شهور مستحقاتهم الماليه بكل الدرجات من درجه 6 حتى الدرجه كبير عام او مدير، بيجوا لقطاع تاني ما يستثنوه وما يدوهوش لحد طبعا فروع الجامعه باكملها يمكن من شهرين بس طبقوها عليهم، ادوا الدرجه الاولى والدرجه الثانيه طبعا علشان يحصل الفرقه بين الموظفين وما يتحدوش لمطالبهم. بالاضافه لكده حضرتك ان احنا ما زلنا بنسال، طيب احنا عايزين نحاسب الاداره، كل المديرين
كل امناء الجامعه حضرتك ازاي يطلع قرار بحد ادنى تطبق لجهه وجهه لا، مع العلم كلنا في منظومه واحده. النقطه الثانيه كمان والاهم من كده حضرتك، ازاي منشور الماليه جاي بالاستبعاد المكافئات الجاذبه للعماله، بتحط لي فيها المكافئات بتاعتي، مكافاه الامتحانات تحط لي فيها ال 200 جنيه، تحط لي فيها الاربع منزبات ال 1200 جنيه، مع العلم دول اكتسبهم العاملين كحق مشروع بعد اضرابهم 34 يوم نايمين على رصيف. لما حضرتك تحطهم لي ان هم داخل مرتبي وتعظمهم لي عشان يبان ان انا ما اخدش الحد الادنى، طب حضرتك يبقى انا المفروض لما اجي اقبض راتب الشهري الاقي كل الحد الادنى دوت باخده منه، باخد المكافاه دي فيه، مع العلم مكافاه الامتحانات لو حضرتك انا ما حضرتهاش اللي هيتم كالاتي، ان انا هتحول تحقيق وهتتخصم من راتبي. طب باي حق حضرتك تحطها لي على الراتب الاساسي وانا ما بصرفهاش اساسا في الراتب الاساسي؟ برضه حاجه تانية جديده، ان حضرتك في وظائف بيتعلن عنها، المفروض الوظائف اللي بيتعلن عنها تنزل في جريده رسميه. حضرتك بداوا يعملوا وظائف للامن على موقع النت، لا المواطن السكندري عارفها ولا ابناء العاملين عارفها، يعني اذا لا معموله لابناء العاملين ولا معموله للمواطن السكندري عشان نحد من نسبه البطاله. موقع ايه النت اللي بتحط لي عليها الوظائف؟ احنا بنقول ان الوظائف اللي زي ديت اذا هي هتتبع بقيادات الجامعه الامنيه اللي هي قيادات الشرطه والجيش المتقاعدين، انهم هيحطوا ناس من عندهم. كده احنا برضو بنحرم الموظفين اللي عندنا حتى المؤقتين ان هم يبتدوا يثبتوا، عندنا نسبه بطاله جامده في الجامعه. القيادات في غفله تامه عن كل العاملين في جامعه اسكندريه، مفيش الصراحه بتاعتهم. عملنا حضرتك ال 200 جنيه والاربع مناسبات اللي احنا بنصرفهم، حضرتك دلوقتي بيجي يقولوا لنا مفيش فلوس، الصناديق فاضيه. طب حضرتك قول لنا بقى الصناديق دي حضرتك عددها قد ايه؟ نسبتها قد ايه؟ عدد الخسائر فيها قد ايه؟ ومين المتسبب في خسائرها؟ المفروض دي تتعلن على جموع العاملين، وقدمنا بلاغ للنائب العام، المحامي العام باسكندريه، هنتابعه مع المحامي العام، ان احنا عايزين نعرف الصناديق الخاصه بتاعت جامعه اسكندريه قد ايه؟ وارصدتها قد ايه؟ مع التنبيه كمان بيطالبونا بزياده مواردنا، علما ان احنا ما عندناش اداره اسمها اداره تنميه الموارد، هنمي الموارد ازاي وانا ما اعرفش اساسا موارد الجامعه بتاعتي ايه؟ كل دوت بيحصل صدام مع العاملين، وما زالت السياسه ماشيه تخوف الجميع عشان الكل يهدى ويتفرق. طب هتخوفني ازاي؟ انا عايز حقي، انا بطالب بحق المشروع اللي شرعته الدوله. المفروض كاداره اي موظف في الاداره مسؤول عن اي حاجه، واحده حسابيه في الجامعه، يقول حقه كده، طبق لي حقي، انت ما تطبقليش حقي، ومع ذلك بتحاربني كمان وعايزني ان انا اسكت. طيب في خطوات تصعيديه ناويين تقوموا بيها خلال الفتره اللي جايه؟ كل الخطوات التصعيديه دي حضرتك احنا بنتخذ الاجراءات القانونيه دلوقتي. ان احنا عايزين نتخذ كل اجراءاتنا القانونيه، مع العلم الوقفه اللي عملتها المستشفيات والممرضات دي حضرتك كانت اضراب جزئي لا يضر بصحه المواطنين في المستشفى، احنا حضرتك متضامنين معاهم لسبب واحد، حقهم المشروع في الحد الادنى هو حقنا المشروع في الحد الادنى. شكرا.